صباح الخير. أنا اسمي محمد البنا، معاي دراغ خطيب، اثنين أطباء قلب من مستشفى جابر الأحمد. أنا تخصصي الدقيق خلنا نقول جراحة القلب، الدكتور تخصصه أمراض قلب وقسطرة علاجية. فبالتالي يعني اللي ما يعرف، يعني أنا دائما أشبه التخصصين كما الجناحين اللي يرتقي فيهم علم القلب أو طب القلب والأوعية الدموية. مستشفى فيه جراحة ضعيفة وقسطرة قوية ما يرتقي، بالمقابل جراحة قوية وقسطرة ضعيفة أيضا ما يرتقي. فأنا محظوظ بوجود الدكتور ضرار معاي في مستشفى جابر، على أساس أن احنا إن شاء الله نرتقي بالرعاية اللي نقدمها لمراجعينا في المستشفى. قبل أن نبتدي، أنا أولا حاب أشكر الأستاذة شيماء شعيل على التنسيق وعلى ترتيب وحفاوة الترحيب، بالإضافة إلى القسم المساند اللي معاه والفريق اللي معاه، فشكرا جزيلا لكم. وثانيا بصورة عامة، أنا أحب أن أشكر شركة زين. طبعا زين نشاطاتها للناس عامة واضحة، برمضان غير رمضان دائما الكوربريت ريسبونسبيليتي ديبارتمنت مالهم نشط، وأحييهم الحين طبعا اللي هو المبادرة الجديدة هذه، اللي هي محاولة تقديم نفس المستوى التوعية والنشاطات الخارجية للموظفين اللي موجودين. فيعني الصراحة احنا نفخر بوجود شركة مثل هذه. طبعا احنا هني نحتفل بيوم القلب العالمي اللي هو باكر، بس لأن بكرة إجازة وانتخابات قلنا نسويها اليوم يوم 28. بس يعني يوم القلب العالمي في مستشفى في 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 شركة مثل شركة زين، الواحد يقول واحنا شكو، ها؟ احنا كل احنا صغار، عدل، احنا صغار وما لنا شغل بالموضوع، ليش جايبين لنا دكاترة شياب او دكاترة امراض كبار السن على اساس انه يتكلمون معانا اليوم؟ فانا يوم تمت الدعوة كلمت ضرار، قلت له الحين صدق احنا دكاترة كبار سن يا ضرار؟ ضرار اختلف معي. نعم. شو امراض القلب؟ الناس تظن انه بس حق كبار السن. راح يجي الوقت راح اهتم بنفسي، خلنا اسوي وظيفتي، اوصل واشتري سيارة وبيت وكذا وبعدين يصير خير، دائما هذا الظن. امراض القلب، في امراض للقلب، طبعا القلب ليش نفكر فيه؟ هو اهم عضو في جسم الانسان، يعني اذا صحيح إذا اخترب أو وقف يموت الإنسان، ما في حياة. الأعضاء الأخرى كلها في زراعة، في غسيل، في فالقلب مهم جدا، مو لأن تخصصنا، لأنه فعلا ماكو حياة. في أمراض نكتشفها في الجنين وهو بطن أمه، يصير سونار بطن أمه، نعرف أنه في مشكلة في القلب، نرتب شنو الأمور تصير كذا. فهذه أمراض وراثية وجينية. لكن الجزء الأكبر من أمراض القلب هي انسداد الشرايين التاجية، صح، واللي هي ما هي مرض بحد ذاته، يعني هو مو شيء خربان ويسوي انسداد في الشريان. فالقلب هي مضخة، دائما أقول حق المرضى مثل مضخة الماء بالحوش، تأخذ ماء الحكومة تودي تانكي، فالقلب يداور الدم بالجسم، صحيح. لكن هالمضخة اللي بالحوش جزء معقد، فيها بايبات جاية، فيها تربين، فيها كذا. فلما نقول والله فين القلب، ما هو شيء واحد، صح. فالمفروض ان الانسان يدري لما يقول القلب، زين انت شنو عندك؟ اكو ناس تجيني تقول انا عندي القلب، نعم، واكيد انت تشوف، صح. زين نجد ان الصمام خربان، نعم. في واحد ثاني يقول انا عندي القلب، نعم. ولا نجد ان كهرباء القلب خربانه. زين المفروض هم ان الواحد يعرف المرض ماله، صح، ونحدد. اللي بقوله ان امراض القلب والشرايين هي السبب الاكثر شيوعا للوفاه، صح. فاللي ما يموت بحرب ولا كانسر ولا حادث، كلنا نموت بأمراض الماكينة تطفي، period. مرض انسداد شرايين القلب ما هو مرض بحد ذاته، هو أنا أسميها نتيجة لعوامل التعرية. الشريان مثل باب الحديد ما يسقط من نفسه إلا إذا فيه رطوبة، هواء، ملح، يسد الحديد. فنفس الشيء شرايين الإنسان تسكر بسبب
نمط الحياة، وهذا شيء ضروري جدا جدا، لايف ستايل. يسكر، إذا السكر عالي، واحد فيه سكر وما يدري راح يسكر الشريان، مثل استكانة الشاي. تبون قفشة تحطون استكانة تحسون هالذوب، لو تحطون 50 قفشة بالاستكانة يصير مثل كريستال دار مدار الجلاس. نفس الشيء جسم الإنسان، كل سكر عالي، كوليسترول عالي، عدم رياضة، زقاير، عادات سيئة، سكر الشرايين. فالمرض هذا أنتم الآن في عمر، الآن وقت الاستثمار. ماكو واحد يقول والله أنا I'm gonna invest لما يصير عمر 60 سنة، ماكو، ما راح أصلا، ماكو investment plan راح تاخذ. You invest when you're young, when you're in your 20s, so when you retire in your 60s, تتقاعد أنت مرتاح. نفس الشيء. اللي يحز بقلبي يا محمد إنه وايد من المرضى اللي أشوفهم بالمناسبة نبي نشوف أيادي اللي أقل من عمر 50 يرفع إيده، بنشوف. أوكي ماجوريتي. أوكي ممتاز ممتاز. أغلب المرضى اللي يجوني يكون ما يدري إن في أمراض، لا سكر ولا ضغط ولا كوليسترول، سنين وهو ما يدري، فهو معرض حق عوامل التعرية هذه اللي هي السكر والكوليسترول. أنا يمكن في السر أول مرة أقوله. زين. أنا عمري فوق 40 بشوي، لكن بعمر 35 اكتشفت إن فيني سكر من النوع الثاني. إيه. وضاق خلقي وايد. أكيد. واي مية قاعد ألعب رياضة وقاعد أكل وش معنى أنا والشيء اللي هذا مرينا فيه، لكن بعدين صرت ممتن إني عرفت، طبعًا لأن أنا طبيب أعرف الأعراض اللي ممكن، اللي أعراض السكر. التبول بالليل بكثرة، بعض الأعراض، فرحت وكشفت وعرفت. بس هل لازم تنطر لين يصير عندك أعراض؟ لازم تكشف، لازم تكشف. وهذا أنا الصراحة أنا شيء أقوله لجميع المراجعين. فبس بقول لك شيء، قول. المرضى اللي يوني اللي حاشته جلطة ويكتشف إنه في سكر، تلاقي صاير له 5-7 سنين في سكر كان مو أكثر، كان مو أكثر وهو ما يدري. صح صح. فالآن العمر وأنتوا بالثلاثينات والأربعينات، الواحد لازم يتشيك على نفسه. أنتوا عليكم واجب، مو والله الدكتور والله رحت له وقال لي ما فيك شيء أو تروح تسوي فحص دوري. ماكو غنى عن إنك تشوف طبيب زين يكشف عليك ويشوف هل أنت عندك أحد الأمراض التي تؤدي إلى أمراض انسداد الشرايين اللي هي الماكينة الترفيه. دائما من 35 وفوق. نعم. مرة سنويا تبي تسويها أو تبي تسوونها يوم عيد ميلادنا قبل أو بعد أسبوع. يوم عيد ميلاد، لأن يوم ما ينسى، أو ما ينسى. نبي نسويها مثلا رأس السنة نيو يير ريزولوشن، إن أنا طبعا الكل عنده، أنا كل سنة نيو يير ريزولوشن ببعث. لا لا، الناس مسافرة نيو يير مسافرة. زين بعد ما يرجع. أعتقد عيد الميلاد وايد ممتاز. إيه عيد مثلا عيد أي شيء سنوي ما ننسى، نحط نقارن أو نقرن هذا التاريخ بزيارة للطبيب العام إن إحنا نسوي فحوصات دورية، فحوصات دورية على أساس نتأكد من عدم وجود أي عامل من عوامل التعرية اللي قال عنها ضرر. شنو عوامل التعرية؟ رقم واحد السكر. دولة الكويت من أعلى الدول اللي فيها نسبة في السكر الثاني. ليش؟ فيها عامل وراثي جينيتكس، وفيها اللايف ستايل. الديرة حارة، نمشي من سيارة من موقف لموقف للباب، الأكل متوفر، الأكل البروسيس متوفر، الأكل المتروس شكر وصوصز المطاعم، صار الجمهور يبي كذي، فدائما الأكل متوفر بوفرة وبصورة سيئة. أي أوكي السكر. فالحين السكر لازم نفحصه بشكل دوري. بشكل دوري. خوش. زين. أهم لما تروح حق الطبيب أبي أفحص فيني سكر ولا لا. أوكي. ما نسوي مثلا، لأن مو كل الدكاترة سوا، مو كل الدكاترة والله زينين. خوش. والله سكر. الكوليسترول ايضا، ارتفاع الكوليسترول في الدم عامل مهم جدا لانسداد الشرايين، ومو بالضروره يكون الانسان والله هذا سمين عنده كوليسترول، عنده كوليسترول، بل على العكس الكوليسترول الوراثي يكونون ضعاف حيل. صح. يعني المكان الطبيعي لتخزين الدهون هي الكرش والارداف، لكن هالناس الجينيتكس فيهم يخزنون الكوليسترول داخل الشرايين. داخل الشرايين. خوش. ثلاثة، اللي ارتفاع المزمن في ضغط الدم، إن الضغط عالي
وفي خطا شاع ان الناس يظنون والله انا عرفت التقطير تبعي يجيني صداع هذا جاي. بس ما عندي صداع دائما تقول لي ضغطك مرتفع بس انا تقول ما عندي صداع. ضغط الدم هو القاتل الصامت ما له اي عرض. ضغط الدم شلون اعرف عيل؟ لازم تروح عند الطبيب ويقيس ضغطك بطريقه معينه عشان يتاكد هل ضغطك بسبب ارتفاع مزمن ولا ضغط انفعالي. تذكروا مثال المضخة المائية اللي بالحوش، مضخة تاخذ ومصلة بايبات، البايبات هي شراييننا اللي من القلب يطلع شريان الأورطي يوزع على المخ والريل والبطن وكذا. زين، فهذا الشريان مثل هوز الماء اللي نشتريه من الحديقة، نشتريه من لوازم عائلة طري يتمدد لما نحط الضغط عالي صك يفش، فشراييننا مرنة على حسب حاجتنا. لما نلعب رياضة يزيد ضغط الدم. أنا دائما أشبهها بهوز المطافي، شايفين هوز المطافي يعني ما له شكل، ترس ماي تمدد، خف الماي ضعف. نعم، فارتفاع الدم المزمن فشي يصير بالشريان يتيبس نفس الهوز صار يابس، نحطه بالحديقة للصيف يصير يابس ويتكسر ويفقد قدرته على التمدد والانكماش، فيصير الضغط عالي دائما. فهذا الهوز لما يصير يابس تشوفون بعدين يصيرون فيه مثل ينز ماي مثل يخر ماي كذي بالحديقة. فنفس الشيء شراييننا لما يكون الضغط عالي فترة طويلة راح ممكن يصير نزيف في الرأس، نزيف في البطن، في الريل. فهذا سبب وعامل مهم جدا في انسداد الشرايين والوفاة. خوش. فسكر، كوليسترول، ضغط، بعدين في العادات السيئة الحياتية اللي منها الزقاير ومنها خوش. الأمور الأخرى. زين، فالحين عندنا قلت عادات، عندنا عادات زينة، عادات مو زينة. يعني أنا أتوقع العادات الزينة اللي هي ممارسة الرياضة. منور. كم واحد منكم يلعب رياضة؟ جيم بانتظام. شوفوا أنا أشتغل وظيفتين، أنا محمد. إيه. أطلع الصبح 6:30. محمد. عندي مدرب. عندي بيرسونال ترينر. أدري أنا جسم عليه أنا. باقي مني. يحتر مني. باقي مني. أطلع ما شوفوا ماكو عذر. بالضبط. والله أطلع 6:30. متزوج عندي 3 عيال، أطلع 6:30 أداوم، أخلص أتغدى بالدوام، أطلع من دوامي جابر أروح الجيم، أخلص ساعة أخذ شاور وأبدي دوامي ثاني، أطلع ست ونص وأرجع 8:30 بالليل. الجيم عندي شيء أساس. أول شيء أنا ما أحب رياضة، وصار لي 3 سنين ألعب رياضة مع بيرسونال ترينر. لما أدش الجيم ضايع ما أعرف، بس أدري هذا شيء مهم جدا جدا جدا. انا قلت حق اخ وليد، انا انسان ما غار، لما اشوف واحد عنده شيء اقول الله بنعم، كلش ما غار. تدري اغار من منو؟ اغار لما يدش عندي مريض بالستينات او السبعينات واشوفه فت رياضي وياكل صح، والله العظيم احس بالغيره. انا اشوف اللي عندنا بمشرف الممشى يركضون اقول الله والله سبع. هذا ما اغار إلا من الشخص اللي بالستينات سبعينات وهو فت يلعب رياضة، لأني أشوف قوامه. لأن في المقابل أشوف ناس وايد أصغر بالأربعينات بالخمسينات وأشوفه هزيل ديسك كذا. فأي هذا اللي عنده سمنة وديسك وكذا شفت منهم وايد، من يطيح أول طيحة أول دزة خلاص انتهت حياته. متهردك ككواليتي اوف لايف انتهى. يمكن عمره يطول بس كواليتي اوف لايف انتهى. زين، الحين انا عندنا مطوع، الحين تشجعت تحمست ها ضرار وتبي تبدي تسوي تمرينات وتبي تبدي تسوي رياضه، بس تروح تنادي شوف وتركع تلعب على الاجهزه وتسوي اللي ببالها، ولا شنو؟ ايش تعتقد ان المفروض الواحد يسوي؟ احنا اليوم هدفنا انه مو نهول كل واحد لازم ينفحص. ايه زين، ولا ودنا ان نتساهل بهالامور. صح. فالمفروض الانسان يعرف شنو محيطه. فاذا هو بيجي من عائله زين خوش، يعني خلينا نحط عمر 40 عمر مناسب ان واحد يبدي يشيك على نفسه. لكن مثل ما قلت لكم مثالي حاشي السكر وانا 35، امي وابوي فيهم سكر ولايف ستايل وكذا، فممكن يحوش مبكر. ابكر انا عشان كذا انا افضل 35. زين. ايه. انت 35؟ لا لا انا افضل نبدي من 35، خاصه هني عندهم انشورنس ترى زين، يستغلون انشورنس زين. فمو اي واحد والله يقول بروح اشيك على طبيب عشان قبل لا العب رياضه، يشوف محيطه. اذا والله في عنده
ناس بالعائلة احنا نسميهم الريد فلاج او العلامات الحمراء اللي لازم اشيك. فاذا عندك اقارب من الدرجة الاولى خوش. ام وابو اخ او اخت عندهم امراض في القلب مثلا حاشة جلطة سواء قسطرة قلب مفتوح ثقب في القلب او قريب من الدرجة الاولى او الثانية نام وما قعد موت مفاجئ والله نام وما قعد لازم تشوف طبيب لازم تشوف طبيب زين ليش مثال توني اذكره والله اليوم ايه قول يعني واحد عمره 47 سنة يعني ما عنده اعراض هذا بحول عليك ترى اليوم زين يقول لي دكتور يلعب رياضة يدخن شيشة يقول لي مرات يجيني ألم ومرات بالنادي زين يلعب يتمرن يلعب نادي يا اللي براسي قلت لا يعني إذا يتمرن مستحيل أعراضه من القلب ايه. بس يقول لي عنده ثلاث أقارب من الدرجة الثانية والثالثة صار فيهم موت مفاجئ تسمع لي يلعبون كرة ويموتون صح سويت الأشعة مقطعية حق شرايين القلب مو قسطرة طلع عنده الشريان الأيمن التاجي مار بين الأورطي والبولماري واو فعنده عيب خلقي بالشرايين التاجية عيب خلقي أن الشريان طبيعي ما في شيء بس ماشي بين باي بين فمرات إذا ضغط نفسه لعب زيادة صار هبوط ينضغط الشريان اللي يغذي القلب فهذا قد يكون شيء وراثي عندهم بالعيلة عرضهم لي وما يدرون فهذول اللي ماتوا فهذا صدناه طبعا مو كلكم إن شاء الله يعني بس هالشيء نادر بس اللي خلاني أطلب الفحص هذا التاريخ العائلي فاللي يشوف من عائلته ناس والله قام تحوشهم أمراض في القلب بعمر صغير والله ناس والله ما قام يموتون بعمر صغير لأن زين غير الـ ويفحص من الطبيب بس غير العيوب الخلقية اللي يموت بشكل مفاجئ الحين أنا أنت قلت لي تعال روح تمرن أنا خاف تمرن لا يصير فيني موت مفاجئ شيء نادر اوكي ما المفروض واحد يفكر فيه ايه. بزياده وهذول اللاعبين اللي يصير فيهم هذا اغلبهم اللي هم الهوكم او بالضبط فيه. عندهم ايضا عيوب خلقيه عيوب خلقيه في عضله القلب وعاده يكون في يدرون تاريخ العائله هم يدرون لكن ينكرون ما نبي وما ادري شنو كذا ايه. فالافضل حق كل واحد قبل يمارس الرياضه يروح حتى طبيب مستوصف اذا عندكم انشورنس حق اي طبيب باطني او قلب والله دكتور انا ودي اعدل من اللايف ستايل مالي وبادي ودي أنظم أكلي وألعب رياضة هل أنا أقدر ولا لا أحيانا من السوالف وفحص عادي حتى بدون تخطيط نقول لكم والله تقدر تلعب رياضة وأحيانا لا والله نحتاج نسوي بعض الفحوصات تخطيط سونار أو أشعة مقطعية مثل هالمريض وتسوي رياضة مو كل فحص لازم نسوي له عملية أو شيء بعدين نيجي حق الرياضة أغلبنا ما نعرف نلعب رياضة يعني احنا أنا عشان شيء عندي مدرب احنا من اسس شغلنا كطبيب قلب اني اكتب وصفه رياضه حق المرضى القلب زين لان اغلبنا لما يروح النادي يروح التريدميل يحط كيلو اثنين لا شنو سهالات يبدي ثلاثه اربعه ما في تارجت فيكون التارجت ماله والله السرعه والله او لا قدره تحمله فشي يصير بعد دقيقتين ثلاثه في هيت وول حاش طوفه تعب ايه. وقف شو راح يسوي؟ راح يشرب له عصير أكثر من مرة ايه. واحد جديد توه مشترك وأكون أنا بالنادي وفجأة يناديني مدرب تعال الحق ولا شنو ولا طايح زين فحتى الرياضة ترى فن وعلم فإحنا في إحنا شيء نسميه الأكسرسايز بريسكريبشن ففي شيء يعني حسبة نحسبها اللي هو 220 ناقص العمر يطلع لنا رقم اللي هو الماكسيمم ايج بريدكتد هارت ريت اللي هو أقصى حد آمن لنبضك بالدقيقة فلنفترض 40 220 ناقص 40 180 بعدين نقول حق المريض تمارس الرياضة برينج 60-80% of that number فخل نفترض بين 110 ل 140 فأقول حق المريض أبيك تلعب رياضة على الأقل 30 دقيقة باليوم وتخلي نبضك بين 110 وال 140 زاد هنا أنا قاعد أتمرن زاد ايه. فإذا زاد ايه. أقول له حتى لو تحس إنك زين وتقدر تكمل بطئ ف this is your exercise range or training zone فوايد في ساعات مثل البولر واتش أو كذا أبل واتش يقول لك والله في training zone فيكون التريننج زون أنت تحدده بين مرة مرة والله 110 ل 140 فإذا شفت نفسك أقل من 110 you speed up إذا شفته فوق 140 بطئ طبعا أوكي. هذا حسبة يعني سهلة يمكن ما تناسب كل مرضى بس حق الهيلثي بيبل هذا أوكي. فيصير أقول له تمارس هذا التريننج زون
على الأقل 4 أسابيع وش. بعدين نزيد 5 لاعب. وإذا عندنا وحوش هنا مشعل ما شاء الله وحش بالتمرين. أوكي. فهذا ما 110 100 شنو هذا ما يبراسه. هذا شو نسوي له؟ ها شو تسوي له؟ نسوي له فحص ثاني. إنزين. اسمه كارديو بولمري إكسرسايز ستريس تيست. إنزين. فهذا. يعني شنو نفس التخطيط وهذا نفس ما هذا أحسن من التخطيط. آه إنزين. فهذا نحطه مثل ماسك. إنزين. نحسب إيش كثر أكسجين قد يأخذ أكسجين كونسومشن. عادل. وكم ثاني أكسيد الكربون يطلع. يطلع. لأن مصدر الطاقة الأساسي حقنا لما نلعب رياضة إحنا في النهاية بنزيننا أكسجين وجلوكوز. نتكلم عن البويزن جلوكوز بس الجود جلوكوز هذا بنزين الإنسان. إن الحرق الهوائي إحنا نسميه هذا 90% من مصدر طاقتنا الحرق الهوائي و10% اللي هو لا هوائي أو أنا أسميه التانك الإضافي السبير. السبير هذا حق الفلايت فايت أند فايت يحكم كلب أسد اللي يعطيكم فزة فيو مينتس بعدين زين. فالغلطة اللي يسوونها بعض الناس ما منهم يسمون مرضى إنه لما يروح يزيد الهارت ريت بسرعة يدش على طول على الإنيروبيك أكسرسايز فيبدي يصير مع ألام بريولا فتيق شد عضلي لأن هذا البنزين اللي راح يستخدمه الجلايكوجين مو الأكسجين مع الجلوكوز. فمثل مش على عدل فمش عشان نسوي له الكارديوبولماري اكسرسايز ستريس تيست زين راح نعطيه نعرف بالضبط وين هي سويتش بين الهوائي واللا هوائي وبهذا هذا اللي يسوونه الماراثون رانرز راح يعرف هو قد يظن انه فت او وحش زين. بس تلاقيه هو بس قاعد he's not maximizing his اوكي ففي مجال انه يزيد قدرته على التمرين. طبعا هذا راح يقول له الفتنس على السيلولر ليفل زين على مستوى الخليه شوف الكروموسوم الميتوكوندريا زين يقول لك بالضبط هذا. فكل النيدز الاحتياج شو اسمه المطوع اي المطوع اي طيبه اي احتياج طيبه يمكن مو احتياج مشعل صح احتياج طيبه او انا بي هيلثي بالضبط ابي لياقه. اغلب المشاكل اللي اشوفها الحين تجيني بالعياده دكتور ما فيني حيل كله خمول تعب هذا عدم لياقه lack of fitness. الناس يقول والله دكتور انا بس امشي والله اروح المول لا لا احنا هذا مو رياضه احنا مو نباتات احنا مو شير زين مو ثابتين لازم نتحرك لازم نتحرك زين. واللي الحين خلينا نقول شو مثلي انا يعني انا حياتي كلها يويو بالوزن 155 66 115 82 110 80 ف الوزن عندي مشكلة. شوف السمنة مرض العصر. السمنة عندي مشكلة. السمنة مرض العصر وهو مرض يعني للأسف بعض الناس يعني قمنا نضحك والله دكتور أكلنا ها لا 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 فعلا فعلا السمنة مرض العصر وهي من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والشرايين. صح. مريضنا اللي دخلنا من قبل يومين شاب 51 سنة صح عاشت جلطة سويت له قسطره شرايينه كلها مسدده كلها 51 سنه قاعد يترجاني تكفى على الطاوله حط لي دعامات قلت له نو حولته على محمد عشان يسوي له باي باس وفي مخنا لانه اوبيس محمد ما راح احط له دعامات راح اسوي له عمليه زين ليش ما راح احط له دعامات بس اساس يدرون إيه لان اذا حطيت دعامات لازم اعطيه ادويه مسيله للدم اللي هو اسبرين بلافيكس برلنتا زين وراح يكون لايف لونج بس لأن سمنة وما نقدر نوقفها ومرحلة ما قبل السكر عند وهارت ديزيز فاتفقت مع محمد قلت له محمد لازم نسوي له عملية عشان بعد 6 أشهر نوقف كل أدوية السيولة ويسوي عملية تكميم. هذا الشخص اللي راح يستفيد من التكميم مو اللي والله وراها عرس ولا وراء سفرة يبي جسمه حلو لأن أثبتت الدراسات إذا نزل وزنه راح يطول عمره في مورتاليتي بنفيت عمره يطول مو بس كذا. فهم احنا في خياراتنا لعلاج المرضى نتناقش مو بس والله على مشتهى المريض ولا كذا لا كان خطط ان شلون يعدل اللايف ستايل ماله. زين الحين قلنا السمنه مرض العصر أيه. لازم ناخذه سيريسلي فنحسب مثلا كتله الجسم واحد يعرف اول شيء لازم كلكم تعرفون وين انتم هل انتم الجسم المثالي اوفر ويت ار يو اندر ويت normal weight, overweight, obesity or morbid obesity هل هي سمنة مفرطة ولا كذا لأن اضطرابات الأكل مرض
ولازم واحد يقيمها عدل، يقعد مع دايتيشن مع نيوتريشن يشوف الهابتس مالته شنو ياكل ما ياكل. ترى احنا احنا اول وات وي ايت، الاكل بالضبط اللي يدخل فينا ياثر. احنا سايرين نحاتي بنزي خصوصي ولا الترا ما ادري شنو، لا والله ترجفه شنو وما قد نحاتي اكلنا للاسف. الاكل ناس عندها شغف تبي تاكل هيلثي، تعتقد ان الاكل اورجانيك احسن. مو بالضروره اورجانيك مينز وان ثينج، انه والله ما في انتيبايوتكس ما في جروث ما في كذا، بس ممكن يكون مو فري حتى الافراط بالاورجانيك. لا بس افراط بس واحد يعني الحين الدول المتقدمه اي الواحد يعين له بيرسونال شوبر صح، يروح يطلع معاه السوق يعرف الكات اوف ذا ميت، ايش الفرق بين مثلا هالخضره وهالخضره وكذا. احنا للاسف ما ندري ناكل نعتقد ان هذا اكل زين ولا لا. فهم الدايت مهم جدا، واحد يعرف وينه عنده سمنه ولا لا، ونسمي الامور بسمياتها صحيح. فاذا ففي بعض الامراض السمنه ينفع الرجيم اوكي، في بعض السمنه المفرطه ما مثلا البي ام اي فوق ال 35 ما ينفع رجيم، ما ينفع. العلم اثبت على مئات الالاف من الناس مهما تحاول تسوي، مهما تحاول حتى لو نزل مثالي راح يرد في اليويو اللي انت قاعد تتكلم عنه. هذا مثبت عنه بالدراسات، يو كانوت مينتين يور ايديال ويت اف يور بي ام اي مثلا كذا. ليش؟ لانه هو مرض ميتابوليزم اي صح، على السيلولر ليفل والمخ ما راح تقدر يمنتينت. فلازم تروح حق طبيب سمنه، مو بالضروره تسوي عمليه تكميم، راح يقول لك الخيار المناسب. اما والله في اوبر حبوب بالونه عمليه، وحتى العمليه عن عمليه تفرق، وما بعد العمليه، لان هم الناس اللي يسوون تكميم خلاص يحس على امتصاص الاملاح والفيتامينز، فهو قرار صعب ما هو سهل. نعم. ولكن ضروري اذا واحد يبي يعيش بكفاءه احسن. الان احنا كأطباء قلب ما نقدر نوعد الناس انه يعيشون اطول، لكن نعمل على ان تعيش بكفاءه احسن. وي هاف تو ثينك اوف كواليتي اوف لايف. خوش كواليتي اوف لايف از فيري امبورتنت. زين، عاده سيئه ثانيه انا ما احبها وانت تدري، تدخين. 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 شوف انا قبل كنت ازعل على المرضى واتهاوش معاهم اذا رفض يقطع تدخين. زين، شوف التدخين النيكوتين اللي بالسيجاره ماده مدمنه وليس ضاره، بس ان ادكتيف، حاله حال الكافيين، حاله حال الشجر، فهي ما تسبب انسداد الشرايين. فالنيكوتين هي ماده تعطيك افكت ينتجها الجسم بشكل طبيعي. حتى احنا الغير مدخنين جسمنا يفرز مواد تشبه النيكوتين، لكن المدخن عود على نفسه على كميه اكبر. زين، مثلا الحين لو انا اعطيك تمره باليوم وانت تشبعش تمره اليوم، اي فتره اعطيك كيلو كل يوم تاكلين شهر، بعدين اردك على تمره ما تقدرين ما تشبعش. فنفس الشيء مدمن النيكوتين اتس ان ادكشن، سواء سيجاره سيجار شيشه فيب ايكوس وات ايفر. انا ما عندي مشكله بالنيكوتين، ممكن في بعض الشغلات ترفع الضغط شويه كذا، بس هي ما تسبب انسداد شرايين. احنا دائما لما ندور الاكل هيلثي نفكر بالانتي اوكسيدنت صح؟ اي صح. السجاير والحرق هو الاوكسيدنت، يسوي فري راديكلز، خلايا تحرق. حين انا اجيب شمعه او كبريت وحطه بعيد عن ريولك يحرقك صح؟ صح، لان في افكت ما نشوفه. فنفس الشيء السجاير في الفري راديكلز او الاوكسيدنت تسبب ان الشرايين تتصلب وتتكسر ويصير كالسيوم. زين، خوش، فتحترق الشرايين او تسكر الشرايين. فقبل كنت اعتقد ان المريض، اقول يعني انا لما اسوي القسطره مريض في جلطه انا مو مثلك بنج عام، انا يكون صاحين اسولف معه. وكنت اعتقد ان يمكن في ويندو اني اكلم المريض فاقول له ها، وهو الحين في الم وكذا، اقول ايش تعتقد سبب الجلطه؟ يقول دكتور والله من الدهون من الاكل. اقول لا سجاير. يقول لا دكتور مو سجاير. صدق انا ما ضحكت كثر ما انا يضحكوني والله بعد العمليه وهو بالعنايه، اقول شفت السيجاره ايش سويتي؟ خل لا دكتور مو سيجاره. تخيل مو بعد العمليه، وقت القسطره. طالعني قلت له لا من السجاير. ثاني يقول لي دكتور والله العظيم ماني قاطع. الحين ليه ما فتحت شريانه ها؟ صدق ما ضحكت. خلاني افكر شو اللي خلى هالشخص متعلق فيها. متعلق فيها، يمكن هي الخيط الوحيد اللي مخلي حياته ماشيه، ستريس مشاكل مطلق عليه ديون عليه كذا. فخلاني فعلا افكر ان مو كل شيء ابيض واسود. زين، راح نتكلم عن المنتل هيلث بعدين. خوش.
فالسيجار ادكشن ما راح اقدر يوم وليله اقول لا. المشكله احنا نتكلم اي سيجاير مو زين، بس انه والله تعال فعلا ساعدني شلون اقطع صعب. يعني انا عندي رفيج يقول لي راح عياده الفيحة مال قطع التدين، يقول انا قلت له ابي اقطع، يقول اعطاني بروشرات النار وان حرام ومج... قلت له انا جايك ابي اقطع، يقول عطني ساعدني شلون. فللاسف اغلب الدكاتره ما يعرفون زين. فاول شيء نسمي الامور مسميات زين. فاللي يدخن والله كل يوم غالبا انت مدمن نيكوتين زين. فاول شيء لازم يكون الانسان عنده رغبه يبي يقطع. فمثل هذا المريض اللي حلف لي وقت جلطه وقبل لا افتح شريط لا يحيي في الم، حلف لي ما راح يقطع، ما راح يقطع، ما راح يقطع زين زين. فما راح اعاقبه ولا راح اقول له كذا كذا. فالمريض اللي او المدخن اللي يقطع، اول او اكبر المؤشرات للسكسس انه يبي زين. راح يفشل مره مرتين ثلاثه بس انه يبي خلاص راح يقطع. اثنين نحسب فيها حسبه، والله يعني الباكيت فيه 20 سيجارة، كل سيجارة رفلي 1 ملي جرام في نيكوتين، فالباكيت فيه 20 ملي جرام نيكوتين زين. فلما أصرف له النيكوتين ريبليسمنت، لأن إحنا قلنا أديكشن، فوايدين ترى يجون يقولون إحنا جربنا وما نفع، وما نفع، حطيت لزقة، أكلت علج ومش عارف إيش، فما نفع. فطبعا أول شيء أقول حق المريض إيش كثر تدخن، والله خلنا نفرض جدلا باكيت في اليوم 20 ملي جرام، فأنا كطبيب راح أقول ريبليس، راح أعوض هذا النيكوتين واحد إلى واحد، إحنا نسميه لونج أكتين نيكوتين، فلزقة زين. فما يصير واحد يدخن سبع سجاير باليوم 7 ملي جرام وحطه لزقة 20 راح يدمن أزيد، لأنه هو بمحاولة فردية يروح للصيدلية عطني لزقة نيكوتين، الصيدلية قد يظن والله بعطيه أقوى نوع عشان يقطع بسرعة فيعطيه نيكوتين، فبدال يدخن سبعة عقب ما ينفع راح يرد يدخن باكيت كامل. أوكي. وفي الجانب الآخر إذا يدخن باكيت كامل وأنا أعطيه 7 ملي جرام ما راح يسوي شيء، لأنه بعده لأن الكمية مو مناسبة. مو مناسبة. بعدين هم الأخطاء الشائعة العلج أو الحلاو، الامتصاص النيكوتين يكون من الحلج. أوكي. مو من البلع. إيه. فوايد ناس لما يأخذ العلج قاعد يتعلج فيه ويبلع. زين. لما يبلع النيكوتين يفتح رأس المعدة فيحوشه حارق فيقول لك يا معود جربته وحلا. فأيضا في طريقة أن ننصح المرضى أن شلون نوصف لهم الكمية المناسبة البلاسمت المناسب، وفي أدوية تشتغل على المخ أن نقطع، وهذا فلابد من مراجعة أخصائي متخصص، مو شرط طبيب قلب، واحد متمكن عنده عيادة متخصص في الإقلاع عن التدخين، وهذا شيء مو سهل. يعني أنا مرة سويت كورس أيام دراستي، الناس تي they check in my clinic they check in for a week، يدخل مثل جناح مثل فندق ويدشون جروب اسبوع ما يطلع عشان يبطل جروب، هذا عشان هذا يحسبون ايش كثر نيكوتين في البول، يعطونه ريبليسمنت ايش كثر ما كذا، وعلم بروحه يعني عشان. فدائما المرضى يقول لي دكتور نقل لي شيء واحد اللي اقلل من اصابتي بمرض قلب شرايين، انقل له سجاير، انقل له سجاير. فهذه عاده سيئه جدا جدا، عاده سيئه. انا نقل المشي، انا نقل يعني بس مشي، بس امش، ما تقول ايش كثر السرعه، ما لا يعني لا بالعكس لا لازم، يعني احنا ندري احنا ان اذا تمشي نص ساعه كل يوم انت قاعد تقلل. واذا الجو حار دكتور وين شو تقول؟ يعني عندنا مجمعات، عندنا مجمعات يروحون. شوف ها ماكو يعني اكو واحد يقول لك روح هالوقت روح هذا، في النهايه الوقت المناسب لك وهو الوقت المثالي، لان اذا قلت لك روح الصبح وانت اصلا مو يور نوت ا مورنينج بيرسون، انا اقول لهم روح الصبح الساعه 7 هذه المكان. ليش؟ لأن الناس الموجودة هناك كلهم قاعد يمشون. إيه ما كنت تسوق. ما كنت تسوق. إيه. فلما يشوف ناس أقول له البس جوت رياضة. إيه. وروح الصبح عشان يتشجع بالناس الموجودة. أنا مستحيل أقوم الصبح. يعني أنا يا دوب أقوم وألحق على الدوام. مستحيل تقعدني قبل. فأنا أحاول أجد بالنسبة لي أنا الوقت الميت اللي هو العصاري أو الظهاري. فبالنسبة لي أنا هذا الوقت المثالي لممارسة الرياضة. عودة للتدخين لفترة طويلة من الوقت كان أحد العوامل اللي تخلي أمراض القلب منتشرة عند الرجال هو التدخين، لعادات أيا كان، كانت السيدات يدخنون بنسبة أقل من الرجال. إلى قبل يمكن 5-6 سنين صار التدخين منتشر بالعالم كله، عند الرجال
بنسبة مماثلة لما هو عند النساء، صار 50 اثنينهم يدخنون كثر بعض. مشكلة التدخين عند النساء شنو؟ أن في كثير من الأحيان تروح هذه المرأة اللي هي في سن الشباب اللي تستطيع أن تحمل، وتروح لطبيب المعالج ماله وتأخذ حبوب لمنع الحمل. هل الطبيب ما سأل؟ هل المريضة مستحية وما قالت حق الطبيب إنها هي تدخن؟ النتيجة أن هذه المرأة تأخذ حبوب لمنع الحمل بالإضافة إلى التدخين. عندي مثال لمريضة جاتنا قبل كم يوم. هذه المريضة عمرها 35 سنة، عندها 2 أطفال، متزوجة ومكتفية بالأطفال اللي عندها، ما تبي تجيب أطفال زيادة، فقعد تأخذ حبوب لمنع الحمل. في يوم من الأيام حاشها عوار في الساق. ذاك اليوم عندهم زوارة، المرأة هذه يعني كامل حلتها، رموش صناعية، مكياج، شعر مسرح، ملابس جميلة، وهي بالزوارة بتطيح. أنا شلون شفتها بحلتها هذه وإحنا قاعد نسوي لها إنعاش صناعي في المستشفى في قسم الحوادث. نادوني لمحاولة تركيب مضخة للقلب، مضخة صناعية لإنعاش حياتها. للأسف بالرغم من كل محاولاتنا ماتت هذه المريضة. فليش أنا أحاول أني أنا أذكر هذا الموضوع في أكثر من مكان؟ لأن المشكلة سيريس، تصيب السيدات في عز شبابهم. وسببها شنو؟ سببها يصير تجلطات في الأوردة وليس في الشرايين، في أوردة الساق يصير في تجلط. هذا التجلط يطلع يروح إلى القلب ويسد مجرى الدم للرئة، فيتوقف الدم عن السير إلى الرئة ويموت الإنسان. فمهم جدا، طبعا أنا مو في موقع أن أنا وأن أنا أحكم على المدخنة، ننصح بعدم التدخين، ولكن في النهاية القرار هو قرار الإنسان نفسه في ما إذا كان يبي يدخن ولا لا. ولكن لابد مني أني أنا أبلغ الطبيب للبحث عن مانع حمل آخر. شوف محمد، إحنا الله يرحمها أول شيء، الله يرحمها، إحنا نعتقد دائما أن إحنا محميين وبعيدين عن المرض. وهذا اعتقاد سيء. احنا كناس يعني عادي يمكن تخافون احنا دائما نشوف كأننا بحرب، احنا فيلد وور فيلد، فاليوم نشوف بلاوي يعني زين. لكن في الجانب الاخر انتم تعتقدون هذا الشيء مستحيل ان يحدث لكم، مستحيل ان تصابون مرض، مستحيل. فاذا في شيء وحيد احنا متاكدين فيه ان هذا الحياه من وجد على الشيء الوحيد اللي احنا عارفينه فور سيرتن انه راح نموت زين، ما راح نضمن غنى وفقر ونجاح ورسوب، وهذا الشيء لازم نتقبله زين. لكن ان الواحد يعيش انه والله لا والله انا خنوصل حق هالتارجت حق هالهدف وبعدين راح اهتم بنفسي. اصغر مريضه انا سويت لها قسطره، حطيت لها دعامه، عمرها 17 سنه، فيميل كويتيه، كان المفروض تروح جراحه بس قالت لي امها وابوها وايه، قال انا ما تزوجت الحين شنو تفتح صدري من هنا. طبعا هذا شيء نادر بس ممكن يحصل. قلت لكم انا حاشني سكر 35، يمكن انت الحين انا متاكد في منكم ناس فيكم سكر وضغط وكوليسترول وانتم ما تدرون. انا متاكد ليش؟ لان ما عندنا ثقافه انه والله اروح واشيك الوقايه خير من العلاج للاسف. اي يعني بعلم الطب امراض القلب لو نحط كل الادويه التكنولوجيز جراحه القلب وقسطره ونوازنها في لايف ستايل موديفيكيشن هذه ترجح اكثر. للاسف لان ما فيها فلوس زين، شركات ادويه، شركات اللي تصنع الدعامات وكذا، الفوكس على
يعني والله الدول والله الدول الجديد احسن الدول الثانيه باي 0.5% ويوريك وريسيرش باي مليون. بس فعلا اللايف ستايل الرياضه الاكل السليم الامتناع عن العادات السيئه هذه كفتها ترجح. المشكله ضرار الناس ما تشوف داخل الشريان شنو قاعد يصير. يعني الكل يعتقد زيت زيتون زنجبيل ضربه بالخلاط حط عليه شويه مش عارف ايش والله وهذه الترسبات كلها راح تذوب يا ضرار. طبعا انا توصل لي الواتسابات فيديوهات هذا ما قلت ارد. امس مريضه جايتني شفتها السنه اللي فاتت كان معاها اضطراب في كهربة القلب احنا نسميه رجفان اذيني اترال فيبريليشن. هذا يصير لما يصير عدم انتظام ضربات القلب والدم يتخثر داخل القلب وممكن لما يتخثر لان الدم خاثر مثل اللبن اي زين مو مثل الماي فلما القلب ما يصير منتظم هذا اللبن يصير مثل الروب والروب ممكن يطلع من القلب ويسد المخ. طبعا لما شفتها قبل سنه اكتشفت ان التريجر اللي دخلها بهالشيء عندها انكزايتي ستريس قله نوم وايد ستريس ها اوكي فاتفقنا تشتغل بزين ما اظن لان زين ماكو ستريس عالم جميل عالم جميل في زين المهم فعطيتها ادويه قلب وادويه مالت الانكزايتي فانا مرات اصرف ادويه توتر وقلق وكذا لان اي بليف ان التريجر انا مو بس همي كطبيب قلب اني اعالجها زين. المهم القصه زينه One year. خلص. جتني أمس دكتور أنا تكست عسى ما شاء. قوله دكتور أنا كنت متضايق إني أخذ أدوية وايد وما أدري ما شنو. She joined an online group مع دكتورة في بريطانيا دكتورة عربية في بريطانيا تدعي إنها دكتورة. أوكي. زين. أوكي. تقول دكتور هذه سوي ديتوكس. زين. زين. فقالت لي إنه والله سوى ديتوكس بالأكل purging وvomiting وهالسوالف. ترجيع تغسل نفسها إنها ترجع إيه واو. وتقول لي وقفت كل ادويتي المهم يقول باليوم اللي مال البرجينج عشان تردها الحاله هارت ريت 180 ودوها المستشفى الحكومي فقلت تقول لي دكتور هي الحين قاعد اسمع نوت جادجينج ها طبعا قالت لي اسم هذا تقول دكتور والله زينه لو تشوف العصارات اللي قد تطلع الحين قاعد اسمع زين بس هي والله دكتوره زينه ومو غلطتها قلت لها ليش جايتني اليوم ليش جايتني اليوم وقفتي ادويتك سويتي شيء فيه تطرف وردت لك الحاله اللي ممكن تعطيك ستروك زين زين عقب ما طلعت اول ما سويت سيرش على الاسم اللي اعطتني اياه والله العظيم اول سيرش ان الصابه فلان فلان يعني الناس يعرضون نفسهم للمخاطر الاكستريمز على الجانبين مو زين الاكستريم بالباد لايف هابت والاكستريم انا متاكد قلقها وتوترها والأو سي دي يبيها تعتقد إن واجب عليها إن تتخلى من الأدوية عندها فوكس إن أبي أتخلى من الأدوية عشان أعيش حياة سليمة لكن هذا قام يدخلنا في مشاكل زين أنت قلت الحين هي كان عندها ستريس فالستريس شو أنت تأثير الستريس الحين على فأنا this is my passion ايه. عن صحة القلب والصحة النفسية يعني أنا الناس تستغرب إن شلون طبيب قلب وقسطرة بالعكس أنا يعني هاي فايف فتحت لك شريانك وادخل لما أعالج مريض في جلطة وحط له دعامة أحس إن أعالج المريض نفسه مو عائلته ودائما أحس إن المريض يطلع خسر معركة I can see it يعني مثل ما أنت قلت هذه اللي توفت الله يرحمها يا بحلة زيت بكشختها وكذا هم أنا مرضاي تلاقي قاعد دوانية ولا مطعم فجأة ألم في القلب رشت أمبولنس فييني أشوف حالق وجهه نظيف next day أشوف وجهه تغير عرفت لي يعني أنا هذه الشغلات اللي ألاحظها كطبيب أشوف الكريز زادت نفس أنا والله العظيم أشوف يعني عرفت لي يقولك والله حشيت صدمة وكبرت صديقنا within a day صديقنا دق علي قال يقول حق دكتور ضرار ترى انا وافقت ان انا اسوي العمليه اللي ترجى انه يسوي له قسطره زين هم هذا صديقنا لما رحنا نزوره عقب يعني فعلا شكله كان شكت وهو كان يعني غشمرجي ويضحك وهذا بس يوم حصل التشخيص ان انا عندي انسداد بشرايين القلب واحتاج عمليه قلب مفتوح انصدم فاقول لك نفسيتهم شكلهم تغير والشغلات اللي كانت تجذبني إن شلون
يعني تلاقي هو طالع مكسور ضايق خلقه والله اوكي جلطه اوكي افتح عليه شريان، وتلاقي الاهل الرول ريفرسل فيون العيال بس يبقى خلاص ترى ماكو كذي ماكو زقاير ماكو وجبات خلاص نجيب لك وجبات حجروا عليه حجروا عليه صديق انا اصف معاه مع انه ادري انه غلطان جيف هيم بريك تو خلصنا جلطه يعني سوى عمليه وكذي وراح نتكلم هالامور ومرات اخذهم اتكلم معهم برا حفاظا على كرامته از ديجنيتي وكذا مريض ما يصير والله احنا بس مريض ناخذ الرول يمكن العيال يبون الخير بس هذا شيء مهم اوكي وهناك اوفرلاب بين الاعراض النفسيه مع فعلا القلب فوايد يوني مرضى بالعياده انه والله رقعه الم بالصدر خنقه انا امانه اشوفهم اسوي لهم فحوصاتهم شرايين القلب سليمه صمامات القلب سليمه عضله القلب سليمه زين دكتور شنو فيني اقول له ما في مشكله بالقلب عضويه دور لك شيء ثاني لا انا اخذهم ما انا لان ياخذ وقت هذا صح ولا لا ياخذ وقت ويضيع فلوس ولكن this is my passion ليش لان مسكين قاعد يعاني يعني شوف ففي في مرضى واجبك كطبيب قلب اتاكد انه ماكو مرض عضوي مثل ما تسوي تخطيط وسونار ومجهود مكشع مقطعيه وممكن قسطره بعدين لما اكتشف ان الموضوع نفسي ما هدى ما اقول اروح والله طبيب نفسي ولا مع ان في بعض الحالات احولهم بس في للاسف في مجتمعنا استجمع انه والله لما تقول له والله هذه مشكله نفسيه يحس انه لا هذه غلطته والله ها لازم اروح اصلي لي ركعتين ولا اروح عمره لا 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 مثل ما احنا يحوشنا السكر والضغط والكوليسترول تحوشنا بعض الاضطرابات النفسيه ولكن لازم نسميها بمسمياتها نعم. عندي مريضه بذكر مثالين قصتين خوش وهذا يعني ببين لكم الباشن مالي ليش الصحه النفسيه مهمه مع القلب وكذا وحده جت الطوارئ الم بالصدر تخطيط جلطه انزيمات القلب مرتفعه سوينا لها سونار قلب كل الطوارئ جلطه خذيناها فكل المؤشرات تدل ان عندها انسداد بالشرايين تم علاجها على اساس انها جلطه سيلات دم و و و سويت قسطره شرايين نظيفه تماما مو بس قسطره عاديه حطيت كاميرا داخل او سي تي عشان اشوف ما في ولا نقطه كوليسترول واو عشان اسالها وهي على الطاوله في شيء مضايقك في شيء حزن كذا عشان تقعد تبكي والدكتور انا ريي مات من 4 سنين وانا للحين حزين 4 سنوات she's in grief ايه. في حزن حداد لما طلعت طبعا طمنت عيالها وكلمتهم تقول والله دكتور حاولنا بكل شيء عمره صلاه وما ادري شنو الامور التقليديه العاديه ما نفع رحت الغرفه وكلمت المريضه ووقفت كل ادويه القلب حتى الاسبرين الدكاتره معي دكتور تو صارت لها جلطه انزيمات قلت له السبب مو انسداد شرايين السبب احنا نسميه اللي هو متلازمه القلب المنكسر او بروكن هارت سيندروم وعالجت بالادويه النفسيه والله العظيم عالجت الجلطه بالادويه النفسيه والله العظيم within 3 weeks جتني بالعياده ابتسامه من هني لهني الفاميلي يقولون شخص ثاني فاحيانا يعني انا كنت اقدر اقول والله جلطه ما لقينا شيء مسكر كملي على الادويه سنه راح تكمل على الادويه بس راح تظل فتره الحداد طبعا الحداد احنا ما نقول والله ما عندها سالفه ترى مرات تكون هوشة ما خلصت هدية ما انعطت في ما صار resolution of a problem عرفتي فأنا كواجب كذا بقلب أحث على الطريق على الدواء وقلت لها you need to see a therapist تشوفين أحد تفضفضي له وللأسف مجتمعنا لما نسولف حق ربعنا ولا شيء كل شيء ضحك ها واحد يقول حق ربعه أحمد ربك يا معود لا تقدر تبكي أنا ممتن إن محمد in my life إنه he's a close and safe friend مرات تفضفض له يعني بشيء أنا استحي أطلع من لساني فهم إن good circle good friends good family تفضفض حق الشيء حق الإنسان الصح لأن كلنا ترى إحنا في النهاية روح مو جسد when we die it's our soul زين فالسول شيء وايد مهم إحنا نفكر والله القلب إذا مت أنا خلنا موت زين بس السول لازم تكون مرتاحة فهذه مثال مثال ثاني واحدة منتصف الأربعينات نفس الشيء اشتباه جلطة سوتها قسطرة ماكو شيء عشان أكلمها عشان تقول لي دكتور أنا عندي طفل في سيريبرال بالسي اللي هو الشلل الدماغي وتقول هذا ماخذ حياتي ايه. ماخذ حياتي هيز
ستريس. عسى ما يصير في شيء اخاف رقعه الم ما ادري شنو، كان اعطيها دواء نفس المريضه الاولى. دواء نفسي مال توتر وقلق. طبعا انا ممكن طبعا احنا مدربين وعندنا صديق طبيب نفسي دكتور محمد السويدان هم مستشيره اهميتني بالعياده. تقول لي دكتور مشكور، تقول انا عقب ما خليت الدواء هذا خلال شهر، تقول كنا بعزيمه انا وزوجي، اتصل علينا النيرس اللي تذكر ولدها عمره 8 سنوات والشلل الدماغي يتم تغذيته عن طريق انبوب عن طريق المعده لانه ما يقدر يبلع زين. فتقول واحنا بالعزيمه دقوا علينا النيرس قالت لي ترى فلان سحب التيوب، فمرات يطلع فلازم يودونا المستشفى على طول عشان يركبونه خلال ساعات ولا الفتحه تسكر. فتقول اول مره اي ديد نوت بانيك، دزيت مسج حق ريدي يقول بالعزيمه، قلت له ليتس جو هوم نروح البيت على بنا ناخذه ونوديه الامير. يقول انا استانست اني اي ديد نوت بانيك. يوم وصلنا البيت وشفته تقول ذكرت درس معطيني اياه بلندن لما اول ما انولد وداهم لندن، ان النيرس في البريطانيه كانت تقول لها شلون ما تعرفين، يقول لازم تعلمين، تقول ما اقدر ما اقدر شيز فيري ستريس. قالت لي حتى لو تحطين قلم عشان ما تسكر فتحة سوي شيء. يقول لي دكتور أول مرة بحياتي ذكرت الدرس، قلت حق الناني اللي عندي يبي لي جلوبز، يقول شان أرد وحط التيوب إيه بنفسها نفسها. واو واو. تقول لا وزيدك ردينا العزيمة مرة ثانية، كملت حياتها الطبيعية. إيه والله العظيم يعني أنا تمي هذا أحسن من إنه والله حد عامة حد أنا يعني انت غيرت قاعد اتخيل شنو شعور عيلها منو هذه يعني سنين اللي تحاتي وكذا. فالصحه النفسيه مهمه جدا 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 يعني انت هني غيرت مو بس حياتها حتى كل من حوالينها حتى الناني. الناني اللي دقت عليها اكيد خايفه اوه سايكل ناو، تلاقي جهزت جنطه المستشفى جنطه المشي يلا الحين بنروح السايكل. فللأسف مجتمعنا احنا ما نسمي الأمور بمسمياتها، دائما نقلل من الأثر النفسي. لا 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 عادي الاسترس العادي. عندي ناس يعني ملتزمين دينيا عقب ما يتحسنون يحس يقول دكتور أنا ضايق خلقي، أنا وايد أحسن يقول لي بس ضايق خلقي إني ليش تحسنت على دواء مو بعمرة ولا بصلاة. أقول لي بهذا مرض، أنت حاشتك جلطة تروح صلي ركعتين. يعني ديننا أمرنا والله روح توكل وكذا ناخذ بالاسباب. اي 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 فللاسف في ناس يجلدون نفسهم لان طاب ان 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 طاب بهذا او انه يعول انه الصحه النفسيه يبقى شيء يمكن علاجه نفسي وغير نمط حياتي. لا 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 اذا انت تحس انك مو اوكي في تولز. يعني انا قلت حق الاستاذ وليد عن صديقنا دكتور نايف المطوع والاب ماله تهون نعم they signed with it's an amazing app وآب ممتاز. يعني ان شاء الله ما ادري متى راح يكون اكسسبل حق موظفين زين بس دزلك مياه بليز تراي ات. في tools to help you to sleep. انا اعتقد مشكلتنا اي مشكله كبيره ايضا النوم. الناس انا لابس ستراب هذا ووب ما كان تعرفونه ها تعرف انت كل يوم يصفر ما قعدت نام كفاية ما قعدت نام كفاية. الساعة 7 يقول لي جهز نفسك للنوم، الساعة 8 جهز نفسك روح نام. أمس نايم الساعة 10 ربع بالليل. صدق ما شاء الله عليك. أنا واحدة وشي عندي شيء مهم جدا ولازم في شيء يسمونه سليب هايجين. بعد 6 المغرب ماكو كافيين ما لا شاي ولا قهوة ولا كافيين. الفون لازم يكون بعيد عنكم إلا إذا مشبوك على زين فخلها شوي أقرب. زين فأحب أني أركز على أهمية شيء نضحك عليه بس والله والله أهم من كل العمليات اللي نتكلم عليها. يعني إذا ودي أختم أنا دوني أقولك نصيحة أخيرة. نصيحة أخيرة عند كل عيد ميلاد روح حق الطبيب وتأكد أن ما عندك دش بخشمة. انتوا عليكم واجب، ما يصير انت والله بروح البنك والله سالت ما اعطاني قرض ما لا لا دش انا معاشي كذي شهادات راتبي كذي او كذا. او لما نطالع واحد يشتري سياره يفصفص كل شيء لا وما ادري شنو وكذا وكذا الميك اب او السيرفيس او الميك اب ولا الميك اب ها لا انا ما اقدر اتكلم زين. فالواحد يفصفص بالديتيلز بس لما تيجي حق حياته والله رحت الطبيب وقال لي كل شيء تمام. لا لا مو كل شيء تمام. انا مرضى القلب اقول لهم تحفظ ارقامك
أرقامك، السكر التجسسي أقل من 7%، الكوليسترول الضار أقل من 1.4، ضغط الدم أقل من 130 من 80، ما عندي شيء والله ماشي حد كويس أبيض وأسود بصحتك. أي. إذا والله ضغطك 131 أعدل لك الدواء أنزله. زين، ففي واجب عليكم كل سنة إن واحد يروح للطبيب يتأكد ما في العوامل التعرية اللي تكلمنا عنها. خوش. وديروا بالكم على نفسكم. mental health is very very important. أنا أعتقد إن اللي يخلي أجسامنا بقول لكم بس هذه أخيرة. خوش، أحب أنا القصص. قول. هذه فيني أنا. قول. تذكر مرة المريض اللي دقيت عليك وسألتك تعال ساعدنا اللي very stressful case حطينا له أكمو. بالكورونا كان. حالة شيء كانت معركة يمكن 30 شخص داخل الغرفة. مختل القسطرة. طبعًا لما دقوا علي بالليل أنا فيني سكر وحاطي سنسر. السنسر عن طريق الآب أقدر أشي كم سكر. وأنا رايح كان نورمال 6. خلصنا المعركة زين كان أشيك والسكري 18 وأنا مو ماكل شيء. It's all stress. كورتيزول، أدرينالين، الرش وزاد كذي بعدين فجأة نزل. قعدت أفكر إيش كثر انطبخ جسمي في هذه فعلاً إحنا شلون نكبر ترى أكسيدنتس وسترس يا عوامل شمس وما شمس أو سترس يعني فعلاً قاعد يخليني أتفكر إن it's a balance it's a lifestyle إنه لازم أنا أنقي بس خلاني أتفكر إيش كثر منكم أنت الحين ممكن أنا أقول لكم والله مثال عمليات أنتم مرات والله يمكن شيء تشوفونه بسيط لا يبش دعوة والله سيد وليد قال لي أعطاني تاسك ولازم أخلص اليوم ما خلصته بس إنه قطع براسه بس maybe حتى هالسترس الصغير اللي تشوفونه صغير يأثر على أجسامك. فالمنتل هيلث is very 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 important. تشوف يبدي ممكن إنه واحد إما عن طريق آب أحيانا جورنالين يعني أنا شيء بديت فيه توني إني أكتب قبل خارج الخرابيط اكتب مثلا افضفض يعني حق نفسي يعني مرات اختار ثيم ايه. كل يوم بكتب the worst thing that can happen this day بس اوكي شنو اسوأ شيء ممكن يمر بهاليوم زين ما صار I'm thankful الحمد لله واذا صار قاعد يتكرر يعني ليش انا قاعد احاتي هالشيء ايه. مرات تكتب يومك والله اليوم صار كذي ففي فضفضه واحد حق نفسه ايه. فضفضه حق صديق سيف امن زي مو حق أي واحد أك ثيرابيست أو طبيب نفسي نعم. معيب وطبيب نفسي معيب مو بالضرورة حيعطيك دواء يمكن يقول ما فيك شيء فإحنا أرواح وأجساد والروح لا تقل عن الجسد ممتاز أنا شاكر وجودكم معنا شاكر لفريق زين على الاستضافة أتمنى أن أنتم استفدتوا ضرار موجود ضرار ما يجاوب السوشيال ميديا أنا جاوب السوشيال ميديا اللي عنده سؤال حق ضرار أنا باي بروكسي أوصل له السؤال وشكرا جزيلا إن شاء الله.